احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد احبتي في الله اينما كنت في ارض الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذه حلقه جديده مع البيوت الامنه. ادعو الله عز وجل ان يؤمنها بطاعته وبصله افرادها به سبحانه وتعالى كبارا وصغارا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفق أبناءنا وبناتنا في بقاع العالم الإسلامي في هذه الأيام في امتحانات نهاية العام الدراسي، وأن يرقق قلوب المصححين والممتحنين عليهم، وأن يجعل الأسئلة بردا وسلاما على قلوبهم، وأن يوفقهم في الدارين، وأن يجعلهم من الفالحين الناجحين في الدنيا والآخرة، وأن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا جميعا للمتقين إماما، رب العباد ولي ذلك والقادر عليه. وأثني بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، كل يوم في هذه مثل هذا اليوم من كل أسبوع أحل عليكم ضيفا، أرجو أن أكون خفيفا لا ثقيلا بإذن الله، وأرجو أن تعيروني أسمع قلوبكم لحظات ونحن نتواصل، وأنا ضيفكم في بيوتكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. اليوم نحن نريد أن نقول إن الإنسان أو العالم أو الناس قسمان، قسم يتمتع بالذكاء اجتماعي وعاطفي، وقسم آخر لا يتمتع بنصيب من هذا. نحن لا نتكلم عن الذكاء والغباء اللي هو ملكة من الملكات، يعني فيه ناس مستوى ذكائها يفوق 120%، يعني اينشتاين وكده والعباقرة اللي فوق 140 و150%، ده يعني ملكات هبات من الله عز وجل. في ناس 120%، في ناس 100%، وهم يعني الذكاء اقل من الحاد. وبعدين ويقسم العلماء سواء النفس او الاجتماع، علماء الدراسات النفسية، ذكاء الناس انواع. لكن الذكاء الاجتماعي هو البعد الثالث من الذكاء. يعني قد يكون إنسان قدراته محدودة ذكائيا وعلميا، ولكن يحوي داخله ذكاء اجتماعي، زي بالضبط جدتي وجدتك لم تتخرج من هارفارد، ولم تعرف أين جامعة السوربون، ولم تذهب إلى أكسفورد، وإنما كانت في جامعة الحياة في القرى والنجوع والبادية، تسير خلف قطيع الغنم أو خلف جاموستها في قريتها، أو سبحان الله تجلس في بيتها تربي أبنائها وأحفادها وتحن على زوجها أدبا. هذه ما درست في الجامعات، لكن جامعة الحياة كانت أمها التي تعرف الأصول، تعرف الواجب، تعرف الصح والخطأ، تعرف الحلال والحرام، كيف هي كرم المرأة العربية المسلمة مع أهلها ومع أهل زوجها. هذا هو الذكاء الاجتماعي، أن يحبها كل الناس. كانت تحتضن زوجة ابنها أغلى من ابنتها، لأنها موجودة معها في البيت، فتكون أحن عليها من أمها. ربما أمها عنفتها، ولكن أم زوجها كانت تحتضنها. الآن يعني نسأل الله السلامة، أصبحت الفلسفة النار ولحماتي في الدار، كما يقولون في الأمثال العامية في بلادنا العربية. أنا أريد اليوم أن نرى لماذا يفتقد بعض الناس إلى الذكاء الاجتماعي. أولا، أهم يعني صورة من صور الغباء التي تحكم البعض هو سوء أدب الحوار، فقد أدب الحوار في البيت. أضرب مثال بسيط يعني يعرفه كل بيت إلا من رحم ربي. يعود الرجل متعبا من عمله مرهقا طوال اليوم، من السادسة صباحا حتى الثامنة مساء، جاء محطم يعني جسمه، يعني يريد من يحمله له حتى يدخله إلى داره. أول ما يدخل، السلام عليكم، أرجو ألا يكلمني أحد اليوم، اليوم كان طويل وشاق ومتعب. الزوجة مش وجدت هذا عنوان الكتاب، لكن عند افتقادها للذكاء الاجتماعي، وعند افتقادها للذكاء العاطفي، وعندما أنها عبارة عن كيس ملئ غباء، ترد تقول برضو والله أنا برضو تعبانة. العيالك عيالك، خلي بالك من عيالك دي، مش العيال، لا عيالك، فنسبت العيال اليه. يعني كان راح هو سوبر ماركت استوردهم وجابهم كده مجمدين من البراد ولا من الثلاجه، وجاب للبيت عيالك. يعني بصراحه يعني يشوفوا سبحان الله، يرد هو يعني
انا قلت ما فيش حد يكلمني اليوم، انت يبدو فقدت حاسه السمع. خلاص مش هي تسكت تقول له والله مش انا بس اللي فقدت حاسه السمع، انت ايضا لا تسمع الا صدى صوتك. الشيطان في هذه الاونه هو جعل للاغبياء الاثنين دول، هو اهبل وهي هبله، سبحان هو غبي وهي غبيه، فقدوا حس الذكاء، فقدوا حس متى نتكلم متى نتواصل. هو مرهق هي ايضا متعبه، اثنين متعبين بيتكلموا مع بعض، لو وضعوا ايديهم هكذا في الهواء لارتعشت، يعني اذا الاعصاب متوتره، اذا ليس هذا وقت الكلام. طيب يعني بالله عليك انا لما انظر على انسان مثلا، يعني ذهبنا مثلا لنخطب مثلا لابنتنا لولدنا بنتا، بص كده على الاب على الام على العروس او العكس، جاء لابنتنا مثلا عريس، ازاي نقيم من جلسة؟ اصل الناس عندها العرب الان يجيدون النفاق الاجتماعي، يا سلام على الاسنان البيضاء عند زيارة اول زيارة للسيد الخاطب المهيب عندما يأتي الى بيت العروس، ايه الادب ده؟ تقول امها من الغباء الاجتماعي، ما الحمد لله احنا جينا واحد صورة من عثمان بن عفان، يا الله. وبعدين ينقلب بعد كده يقول الله ده كان عثمان بن عفان اللي قلبه اصبح ابو جهل، لا والله ابو جهل الذي لم يقدر. اول شيء تستطيع ان تحكم على الانسان انه يفتقد للذكاء الاجتماعي او عنده غباء عاطفي، اول شيء سرعة الجواب، اول ما احد يسأل سؤال مش يتريث، مش يعرض الفكرة على مخه، لا اول يروح اول انطباع سبحان الله يتكلم ثم يفكر، ده اول صفة في الغبي، الانسان الغبي اول صفة فيه يسرع في الجواب، مش يتريث، طب انتظر، طب ماذا قلت، يعني انت مقصدك ايه، انت تقصدك تريد اجابة، اما انت عندك الاجابة وتمتحن، يعني يبتدي يعمل لنفسه يعني محاولة التقاط انفاس العقل حتى يستطيع ان يترجم الاجابة، لا هو على طول فورا سؤال جواب، لا اله الا الله. يعني ابن عمر رضي الله عنه، عبد الله ابن عمر لما جلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الشيخان ابو بكر وعمر، قال صلى الله عليه وسلم في الاشجار شجرة مثلها مثل المؤمن كلها منافع، ما هي؟ عبد الله بن عمر المتوقد ذكاء والمتوقد عبادة والحشية الى مشاشته، يعني او الى مشاشه عبقرية، قال خطر ببالي انها النخلة، ولكن لما رأيت الشيخين جالسين سبحان جالسين يعني ابو عمر ومعه الصديق ابو بكر، فاستحييت منهما، عيب اننا ارد على النبي صلى الله عليه وسلم وايه وابو بكر وعمر جالسين، فلما سكت قال الرسول النخلة. إذن هي الإجابة الصحيحة كانت عند ابن عمر، ولكن هو تأدبا، لأنه مع هو لا يتمتع بغباء، لا هو لا يتمتع بالذكاء سبحان الله. فسرعة الإجابة دليل على الغباء المطلق، واحد يفتقد إلى الذكاء. الأمر الثاني تتبعها يعني أن يترك التثبت، لو سمع إشاعة ولك أتخيل في شارع وأنا جاي سمعت أن في سيارة، واحد قال له أن في سيارة اصطدم بسيارة فمات القائد احد القائدين السيارة، هو يروح ناخد الكلام ازاي؟ خمس سيارات يعني عملوا حادثة مجتمعة فمات 25 واحد، لا اله الا انت سبحانه، وينتشر الخبر، واحنا الان الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سوى الله عندنا مش عارف الفيسبوك والتواصل الاجتماعي العجيب عن طريق الشبكة العنكبوتية، الخبر يوصل استراليا وامريكا قبل ما يوصل الايه البيت اللي جنبنا، لا اله الا انت، وينتشر خبر ليه؟ لاني ما تثبت من الرؤيا. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءه فتثبتوا، ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم ندمين. فان جاءت ابنتك باكيه لك من زوجها امتص غضبها، خليها تهدى الاول، احتضنها، استمع اليها، وانتظر يا بنتي لما ياتي زوجك ونسمع منه، مش فورا تصدر قرارات انت وزوجتك وهي تسخنك. انا قلت لك من الاول دول ناس اي كلام، احنا اولاد ناس، اما دول اولاد يعني انت مربيه في بيت وهي تربت في اسطبل اهله،
يعني انت ربيتي في القصور العامرة في 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 خلافة عبد الملك بن مروان، وهو يعني اهله ربوا في في سبحان الله في بلاد يعني يعني تأكل لحوم البشر، لا اله الا انت. فليه احنا الكاريزما العربية الان انتفخت، او مش يعني هو لو في كاريزما يكون خير، لا ال 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 الانا انتفخت، والانا لما تنتفخ تصير كالبالون الفارغة، والبالون الفارغة مليئة بالهواء، اي ثقب من ابرة بسيطة او دبوس بسيط سبحان الله تنفجر هذه البالون. هكذا النفس الانوية اللي هي انتفخت انوية، يعني ليس في العالم الا انا، ودي كارثة، ودي كارثة. ان الشجاعة في القلوب كثيرة ووجدت شجعان العقول قليلة، هكذا يقول شوقي. شجعان القلوب كثر، يا سلام نحارب نحارب نقاتل ندافع عن شرف القبيلة، ندافع عن شرف القبيلة، ده كلام. لكن شجاع العقل من هو؟ ده قليل. ليه؟ لان شجاع العقل ده اللي هو يتمتع بالذكاء، اللي هو يمتص من امامه، يمتص من امامه. ولذلك قال ربنا وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. من يا رب؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، خلي بالك، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين اذا فعلوا فاحشة، يعني بهذا المنطق سبحان الله القرآن يوضح خطوات هؤلاء الناس، يعني هم بيخطئوا لان كل بني ادم خطاء، وبعدين يعني يعني اذا يعني يعني اول ما يخطئ سبحان الله العظيم يتوقف ويستغفر، وبعدين ربنا يقول في الاخر ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الله. يبقى اذا ايه؟ ينفقون في السراء والضراء، وبعدين الشاهد في الآية الذي اريد ان اتحدث عنه الكاظمين الغيظ. الانسان اللي يكظم غيظه ده الانسان عنده ذكاء. ان لم تكظم انت غيظك من زوجتك ضاعت الحياة، وان لم تكظم زوجتك نفسها وغيظها منك ضاعت الحياة. مفيش صبر، مش احتمال، اي بيت الاحتمال والصبر يتبخر منه لن تجد فيه خيرا ابدا سبحان الله. ولذلك تأتي النساء باكيات للشيوخ والعلماء وللاصلاح الاسر، زوجي على المصيبة وتزوج علي. انا عايز انصح بناتي الزوجات، السبب في وجود الزوجة الثانية هي الزوجة الاولى، بس عشان بس ايه من الاخر، من الاخر وجود الزوجة الثانية التي ظهرت على الافق وانت لا تحبينها، السبب فيها وفي وجودها هو انت. لو وجد راحة في بيته وتقديرا في بيته واحتراما في بيته، مش 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 يعدد على ال يعني سبحان الله، احنا في مركز الجاسوسية العالمي، احنا في بيوت، البيوت يجب ان تأمن ويجب ان تتسع صدور اهلها، يجب ان يكون في ذكاء اجتماعي. انت شايف الزوج في حالة ثورة، اخته مريضة، اخوه في ورطة، امه في النزع الاخير، في حالة توتر، وبعدين تمسك له القضية من 20-30 سنة، وامك صنعت، وامك هم امه في الانعاش وخلاص على وشك تودع وهو جزء منها. لا تهيني شخصية امه فيه، ولا تهدمي كيانه، ولا تهدمي كيانه في حبه لامه، فجاية في المعركة الخاسرة وتلعبي مصيبة. اخته او اخوه في ورطة فقدم لهم العون، خلاص يبقى والله بارك الله فيك، والله انت ربنا هيكرمك، ربنا هيكرم اولادك لانك بتكرم اولاد الاخرين، فجأة سبحان الله تنقلب وتصير كأنه اصبح اعطاها للعدو. طب لو اعطى هذا او وقف بهذه الاعانة والمعونة لاهلك انت، ها بالله عليك هتغمض العين وتشكري وتقبل يده اللي اعطت، ام ان برضه هتثوري ثورة؟ فلما الهوى، لما الهوى يسيطر على الانسان يصير غبي بدرجة عظيمة جدا، يعني ياخذ 10 على 10 في الغباء. نسأل الله ان يرزقنا ذكاء اجتماعيا وعاطفيا، ولكن الموضوع طويل ويحتاج الى شرح وعناوين وتبيان، ان شاء الله بعد الفاصل باذن الله. كونوا معي، اهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونريد ان نستحث اهل الذكاء الاجتماعي ان يستخدموا ذكائهم في التعامل مع الناس، واحسب ان كل المشاهدين والمشاهدات من ارباب الذكاء الاجتماعي والعاطفي.
تستطيع ان تحكم على انسان انه لا يتمتع بهذا الذكاء لما يجلس معك اول مره او ثاني مره يكثر من الالتفات؟ يعني انت ابن عريس رايح تخطب في بيت، تمام، لا تنظر على الاغراض الموضوعه والكراسي والكنب والموبيليا واللوحات، لا انت جاي، انت لست في متحف، انت جاي يعني تعمل مهمه، فحسن الاستهلال مطلوب، يعني المقدمه مطلوبه، وهذه الجلسه بده يقرر فيها قبولك او رفضك. فمش داعي انك تبقى داخل كده عم زي المفتش العام اللي عايز يحصي التركه عشان يوزعها على الورثه، لا اقعد كده محترم، لا تجلس حتى يجلسك صاحب البيت، ادب الاسلام، لما تدخل تقف يقول لك تفضل، يشاورك على كرسي معين، تكون كانك يعني مغناطيس، يقول لا بصراحه الكرسي ده مش هيجيبني، انا عايز اعرف. الله، تستخدم غبائك عند الناس؟ ما ينفعش. هو اذا اجلسك في مكان فلتجلس، سبحان الله، وبعدين اذا تكلمت تكلم بكلام واضح، مش يعني يقول لي جمله من الشرق جمله من الغرب، بعدين الراجل يقول له يا ابني انا لم افهم شيء، انت يعني انت ايه؟ وقلنا ان العرب للاسف الكثير منهم الان يقول لك انا ما فهمتش عليك يا ابني، لم افهم منك، مش عليك، لا لم افهم منك. عايزين خلاص نغير حتى اسلوب الكبر في اللغه او في اللفظ، لان لا تعرف اللغه العربيه فهمت على، انا فهمت من. المهم هذا كلام نقوله كثيرا لان احنا اسمعه ايضا كثيرا، انت تستفتي عالم الناس تستفتيني، يقول لك يا شيخ فهمت علي، انت فاهم؟ يا ابن الحلال لا اله الا الله، ما قلنا لاساتذتنا هذا، نشرح القضيه واذا استوقفنا بسؤال يبقى عايزين نوضح، مش انت اللي تعرض المساله وتحدد فهم الاخر، لا. اذا لم يفهم الشيخ او العالم سوف يسالك، لكن وصف الكلام انت باين عليك مش فاهم، انت لا تفهم ازاي؟ اتصحو ام فؤادك غير صاحي؟ امير المؤمنين رد على الشاعر قال له فؤادك انت، لا اله الا الله، يعني انت قال لك انت قلبك معايا وعقلك معايا ولا انت نايم؟ تقول امير المؤمنين سبحان الله، عامل زي اللي مدح امير المؤمنين علي بن الجهم، قول له انت كالكلب في الحفاظ على الود وكالتيس في قراع الحروب، انت كالدلو لا علمت كدلوا يا غزير العطا يا كثير الثقوب. ده كلام برضه يقال امير المؤمنين، شبيب الكلب والتيس والجردل ولا الدلو السطل اللي بيجيب منه من البئر الماء، هل هذا كلام يقال؟ لكن المهم امير المؤمنين كان عنده ذكاء اجتماعي، لما الحاشيه استاءت من الشاعر البدوي هذا اللي جاء من الصحراء والامير المؤمنين وهو الذي يعني تدين له فارس والروم، يعني انت كالكلب وكالتيس وانت كالدلو، قال اتركوه، جاء باحسن ما عنده. هو في الباديه اهم شيء في الباديه للرجل البدوي ايه؟ التيس والكلب عزك الله اللي بيحرس القطيع والدلو اللي بيجيب بيه ماء من البئر، عنده ايه؟ هو عنده ايفون وموبايل وانترنت، وكانش عنده يعني اغلى شيء عنده ايه؟ هو الثلاث امور دي صح. واذا ضممت اليهم اعزك الله الحمار فبها ونعمه، وخلص الموضوع على كده، دي ثروته في الحياه. قال خلوه يخالط المدنيه، جلس في بغداد 6 اشهر، خالط الشعراء والادباء وقعد مع المجالس العلم وحضر في المساجد العلماء والفقهاء، بدا مخرج. قال أين شاعر البادية؟ جابوه، قال أمام أمير المؤمنين علي بن القصيدة ادعاها 70 شاعرا لحلاوتها، عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولم أدري، عدني لي العهد القديم من البكا ولم أكن سلوت، ولكن زدنا جمرا على جمري. فجعل أمير المؤمنين يتمان طربا من جمال القصيدة. ليه؟ هو الرجل أصبح غذى منطقة الذكاء الاجتماعي، عرف يقنع امير المؤمنين ويغير من نفسه. انت ليه منتظر ان الاخر يتغير؟ لماذا نحن لا نتغير؟ اللي امامك مش هيتغير، الزوج العصبي يا ابنتي، يعني انا بكلمك كزوجه، يعني لن تروق عصبيته بان تعصبيه اكثر، لا. وانت يا ابن الحلال زوجتك النكديه لن تصير يعني كوميديان من بعد 5 دقائق، مش هتديها حقنه من او ابره تجيبها من الصيدليه، خدي إبرة هرمون كوميديا، لا لا،
النكديه دي جايه من بيت نكدي اصلا، تفضل نكدي تتحملها كده، ده سبب لدخولك الجنه. خلاص الصحابي ماذا قال؟ قال ولذا لا تطلقها، قال والله يعني اخشى ان يبتلى بها غيري. خلاص خلاص انتهت القضيه. فانا اريد ان اقول ان الـ 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 الانسان تستطيع ان تحكم عليه من انه ما عندوش دجاجه يكثر من الايه، يكثر من التلف. ايضا من ضمن صفات هذا الاحمق انه لا يختلط الا بالاشرار. سايب بيته وعياله وقاعد مع شويه اشرار على المقهى كل يوم، ايش ارجيله وشيشه ومش عارف مدواخوه من واخوه وسعر وسجاير، وسبحان الله ويرجع بيت الساعه 11 12 بالليل. اين كنت؟ حش يكلمني، انا رجل لا يكلمني احد. وهل من الرجوله ان تصاحب الاشرار وشده السوء وتضر بصحتك وبمالك سبحان الله على حساب اشياء اخرى؟ هذه عباره عن صوره من صور الغباء العام الذي يعني لا ترى فيه الا نفسك. قلت من قبل ان الغبي المطلق هو الذي شايف اللي يرى ان العالم ده عباره عن ايه، اربع مرايا محيطه، فيرى نفسه الف انا، شايف نفسه من قدام الف انا، وعلى اليمين الف انا، وعلى اليسار الف، ولو نظر الى خلفه الى ورائه يعني لو اعتدل كده براسه هيشوف الف انا، فلا يرى في العالم الا هو. تكبر على الخلق وهو يعني سبحان الله اذا حاورته ما وجدته شيئا سبحان الله. ايضا الانسان اللي هو فيه شيء من الحمق ان يفرط في الضحك فيما لا يجب ان يضحك فيه، يعني يغرق في الضحك سبحان الله. ايضا فيه صفه العجله، دائما متعجل، انا اريد كذا انا اريد كذا. يا اخي انت طلبت المطلب مره، خلاص اعمل نفسك مش شايف. يعني انت اردت ان ينتهي ولدك عن مشاهده المباراه مثلا، وخلاص يا ولدي كفى هذا المذاكره، عندك امتحان بعد يومين ان شاء الله. الولد لم يسمع منك، اعمل انك مش واخد بالك، لا تصمم وتروح تنزع تيار الكهرباء عن التلفزيون وادخل غرفتك وتغلق عليه. وانت لما اغلقت عليه نط قفز في الكتاب يلتهم التهاما ابدا، قاعد كده واستراح من زعيقك انت ومن نهرك انت ومن صوتك العالي انت، واستراح داخل غرفته بعيدا عن مشاكلك. وحصل يعني سبحان الله يعني تباعد نفسي ما بينك، لانك ما احسنت اختيار الوقت ولا اختيار الكلمات ولا اختيار الطريقة. ايضا تستطيع ان تحكم على الانسان الذي ليس له ادنى حظ من الذكاء الاجتماعي بانه عنده سبحان الله عنده يعني الخفة في التعامل، خفيف مش ثقيل كده، مش تتكلم الكلام الموزون، الكلام اللي يخرج كده سبحان الله في مكانه سبحان الله. يعني لما دخل غلام صغير عنده 12 سنة يعني ولد في الصف السادس على عمر بن عبد العزيز مع الوفود المهنئة، فقال عمر يا مزاحم هل فتحتم الأبواب حتى يدخل علينا الصبيان؟ يعني معقول هذا الكلام؟ مجلس الملك والخلافة ودمشق يعني ربنا يؤمنها ويؤمن أهلها وسوريا كلها إن شاء الله وبلاد الإسلام يا رب من كل سوء، يعني تدخل علينا الصبيان؟ قال الغلام يا أمير المؤمنين إن دخولي عندك ما أخل بك ولكن شرفني. يا أمير المؤمنين إن الله إذا رزق العبد قلبا حافظا ولسانا لافظا فقد اختار الله له الخير. وفي مناسبة أخرى قال مثل هذا الغلام يا أمير المؤمنين إن لله عندكم أموالا فإن كانت لله فوزعوها على عباده وإن كانت لعباده فأعيدوها إليهم وإن كانت لكم فتصدقوا فإن الله يحب المتصدقين. إننا يا أمير المؤمنين أصابتنا سنون ثلاث، سنة أذابت الشحم وسنة أكلت اللحم وسنة انتقت العظم. يا الله شوف ولد لما يكون عنده 10-12 سنة وبهذا المنطق الله أكبر. ولماذا في دولنا العربية والإسلامية لما نرى عينات زي دي نعمل لهم صف المتفوقين يضع لوحدهم لهم معلمين على صفوة منتقاه ياخد أعلى راتب عشان يطلع لي هذا العبقري، ده أديب وهذا شاعر وهذا كاتب وهذا مهندس وهذا طبيب وهذا حرفي وهذا سبحان الله. يعني تخرج ليه؟ لأن احنا إذا يعني للأسف الغرب قتل الحياء والشرق قتل الإبداع، والحياة لا تقوم إلا على إبداع وحياء. الحياء ضاع عند الغرب والإبداع ضاع في الشرق وضاعت الإنسانية والبشرية. احنا كمسلمين عندنا حياء
والإيمان من الحياء، وإن لكل دين خلقه وخلق الإسلام الحياء. هو إيه اللي يخلي فيه عقوق في البيت؟ قلة الحياء. إيه اللي يخلي البنت تتمرد على أمها؟ الحياء، قلة الحياء. إيه اللي يخلي الزوجة ترفع صوتها على زوجها وتصغره أمام ولده وابنته؟ ومش ضروري تصغره بالكلام، تصغره بالإيماءة وبالإشارة. سبحان الله، إيه اللي يجعل سبحان الزوج دايما كل ما يشوف زوجته وقد سمنت قليلا من وترهلت بطبيعه السن، امك صارت مثل كذا؟ يا رجل اتق الله، يعني ايه لو وصفتك بنفس الوصف تكون سعيد؟ يعني سبحان الله، هل هذا من الادب الاجتماعي؟ هل هذا من الذكاء الاجتماعي والعطاء؟ ابدا، هذا غباء، هذا سحب من الرصيد. ده اذا كان في رصيد اصلا، يعني اذا كان في رصيد يعني اهو سبحان الله. ولذلك المسلم دايما الذكي والمؤمن كيس فطر يعمل له رصيد عند الاخر. فالمتمتع بالغباء الاجتماعي ايضا تجد عنده ايه؟ عنده خيلاء، يعتز برأيه ويكون رأيه خطأ، يقول كلام سبحان الله العظيم لا اله الا انت سبحانه. يقول ان كان فيه ولد يعني سبحان الله غبي، قصة في تاريخ العرب يعني، وضل فافتقدوه فارتضع. فجلست المرأة متبكي وجاءت الجارات يسعدنها يعني يجاوبنها في البكاء، اصبري وتصبري. الرجل قال يا ربي اين ذهب هذا الولد؟ فطلع فوق سطوح البيت وجد الولد يعني طرد الدجاجة وجلس مكانها على البيض. فقال يا ولدي ماذا تصنع؟ قال اتناوب مع الدجاجة حتى يفقس البيض. فالاب نادى على زوجته والناس اللي جايين يشاركوه المأساة يعني سبحان. قال لقد وجدت الغلام ولكن اكملوا صراخكم. هو يعتبر ميت يعني، واستفاد ايه من وجود الولد؟ وجود غباء وحمق سبحان الله. فدي ملكات يجب ان تنمى او ان تزال او ان تعدل. فانا ارى والله اعلم ان الانسان اللي يجد ولده او بنته في شيء من امه، او المرأة العاقلة الحصيفة وجدت ان ولدها فيه شيء من ابيه اللي هو ما عندوش الحس والذكاء الاجتماعي. تجد ناس ازواج لا يعني البنت وصلت الى سن معين فجاءت وهمست في اذن امها كلمة، الاب اللي تبخر الذكاء الاجتماعي منه ايه ماذا تقول لك؟ ابدا في امر خاص كده. ايه يعني نطرطور في البيت؟ ما تحكي لي قالت ايه بالضبط يا ابو فلان الله يرضى عليك؟ يعني موضوع بيني وبين البنت يعني يخص امور معينه. الله انا علي كذا، ان قلت الان تكون لا حول ولا قوه. ده واحد خدوه ودوه مستشفى الامراض العقليه، مش النفسيه. لا النفسيه ده هو عدى المرحله دي، ده لازم يروح يكشف على اقواه العقليه. خلي اعمل مش واخد بالك، غمض عينيك، اعمل انك ماسك الجريده، سيب المكان وامشي. يعني خليهم يتنفسوا الصعباء، وجودك منع الاكسجين من المنطقه. فيعني هذا الغباء الى متى نتمتع به؟ يقول لك يا اخي زوجتي واولادي عاملين حزب علي. والله ده انت المتحزب، انت اللي عامل روحك حزب. يعني سبحان لا تضع انفك في صغير الامر والكبير. الناس يا اخي لا تحب مهما تكن انت، لا ما يحبوش انت تتابعهم. فانا ارى يعني ان كمان البيوت احيانا تصنع من الاولاد حزبين، والولد والبنت الفلانية في حزب الأم، والولدين الكبار والبنتين الكبار في حزب الأب. احنا عايشين في حزب جمهوري وديمقراطي ولا حزب المحافظين وحزب العمال؟ لا، عايزين بيوت آمنة مطمئنة. بماذا؟ بأن أتغافل وأتغافر وأتغاضى وأحمل الشيخ البالي. ليس الغبي بسيد في قومه، بل إن سيد قومه يتغاضى، يعمل أنه غبي، يعمل أنه مش واخد باله، لكن لا ده عمل أنه فاهم في كل شيء. فهذا خلل وهذا خطر. أحبتي في الله، يجب أن يراجع كل واحد منا نفسه ويقف أمام مرآة نفسه كده، وإذا أنا عندي ذكاء اجتماعي ولا ما عنديش. بس الناس كانت تحبني لأني أتعامل معهم باحترام، خير وبركة. أما لو أن سبحان الله كل الناس تكره، لا والله هذا موضوع يعني طويل وشرحه يطول، ولكن إن شاء الله ندعكم تستريحوا مني قليلا ثم تعودون إلي بعد التقاط الأنفاس إن شاء الله لنكمل كلامنا عن الذكاء الاجتماعي والعاطفي في وجوده وفي عدم وجوده. أهلا بكم.
مرحبا أحبتي في الله، مرة أخرى نحن نتحدث عن هذه الصفة التي إذا افتقدها البعض ثقلت حياتهم على الناس وثقلوا هم على الناس، وود الناس أن يتواجدوا في يعني مكان بعيد عن المكان الذي يوجد فيه، أصبح وجوده ثقيل، لأن هذا النوع من الناس اللي تبخر منه هذا الذكاء إذا إن سئل بخل، وإذا سأل ألح، وإن قال سبحان الله لم يحسن، وإن قيل له لم يفقه سبحان الله. فإذا أنا أريد أن أقول إن الإنسان اللي عنده ذكاء هو إنسان يعرف مدى حاجيات الآخر ويضع الأمور في نصابها، ولنتعلم ونبدأ في تعلم أدب الاستماع. نحن نريد أن يسمع بعضنا بعضا، نحن لا نترك لبعضنا البعض أن يسمع بعض، بالعكس أنا أريد أن أتكلم فقط والكل يسمع. فالكارثة أن النقد البناء أن أنتقدك والنقد الهدام أن تنتقدني، هذه مصيبة، هذه مصيبة. يبقى إذا هذه كارثة كبيرة سبحان الله. فأنا أرى أن إعادة صياغة كما أقول ترتيب أولويات البيت المسلم، أول شيء أن أنظر إلى مسألة الذكاء الاجتماعي، لماذا أنا فوق الناس؟ غلط. لماذا أنا أعقل الناس؟ هذه مصيبة. لماذا أنا أكثر الناس فهما؟ هذه كارثة سبحان الله. وفوق كل ذي علم عليم، يعني سبحان الله، يعني الإنسان لا داعي لأن يدعي لنفسه سبحان الله أنه يعني يفهم أكثر من الآخرين، وأن هو المعصوم. يا أخي والله لا معصوم من الخطأ إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المعصوم الوحيد من الخطأ هو حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وكل بني آدم بعد ذلك خطأ، بس درجات في الإيه؟ درجات في الخطأ. فتعالوا في هذا الأسبوع نترك لكم واجب أن نتدرب على أدب الاستماع وحسن الاستماع سبحان الله. درب على أن متى نسمع، كيف نسمع، متى نتكلم، وأين نتكلم، مش في كل اللحظات سبحان الله أن الإنسان يعني مكلمة، ومن كثر كلامه كثر سقطه الإنسان سبحان الله. لا داعي أن أن, 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 أن الكلام يكثر، قلل الكلام، وإذا تكلمت ركز وأعرض الكلام على العقل، وإذا عرضته على العقل سبحان الله رتبه. طيب نبدأ إن شاء الله في تلقي الأسئلة. طيب يا سيدي بسم الله. نعم، أم الحسن من فرنسا، السلام عليكم ورحمة الله. دكتور سلام الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. احنا نحبك في الله دكتور الفاضل. يرضى عليكم أم الحسن، الله يرضى عليكم. الله يكثر من أمثالك دنيا وآخرة يا أخي فاضل. فيكم ولكم مثل ما قلتم إن شاء الله. الله يهنيك أخي فاضل. يعني أستأذن منك، العربي بتاعي ضعيف جدا. لا ضعيف ما شاء الله، يا ريت العربي بتاعنا زي العربي بتاعك كده. ما شاء الله. الله يهنيك بابا. السؤال بتاعي يقول يا أخي فاضل، إن إحنا في البيئة بتاعتنا لما نتكلم عن الدين ولا نتكلم عن اللغة العربية ولا نتكلم عن الأخلاق، الناس تبدأ تضحك علينا وتقولنا انتم ما زلتوا في عهد الرسول. لا ده يعني مش يعني مش يريد. مش في محله. طيب يعني يسخرون منكم اذا تكلمتم عن الدين او الاخلاق او اللغه. طبعا ابي طيب. طبعا خلاص اجيبك ام الحسن، وهذه ليست عندكم فقط ولكن موجوده في كل العالم الاسلامي للاسف. ام هبه من هولندا، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ عمر عبد الكريم؟ الله يبارك فيك يا والله نحبك في الله. بارك فيك. وانا من هولندا، وادعي لنا بالحفظ وبال بس يعني ربنا يغفر لنا ويسهل لنا امورنا في بلاد يا رب يا رب امين يا رب العالمين باذن الله. انا عندي مشاركه. حس انت حاليا قلت انه الزوجه الثانيه أيوة. هي بيلعب فيها دور الزوجه الاولى، هي السبب عشان تكون في زوجة ثانية. نعم. لكن أنا عندي كيس إنه في واحدة أنا بعرفها هي مخلصة لزوجها، تخاف رب العالمين في زوجها، تربي أولادها بتربية إسلامية كاملة. عبي. حتى يعني ترجع لبلادنا الإسلامية عشان تربي أولاد الدين والعربي. جميل. وأسس الدين. ولكن.
زوجها مقابل ذلك ماذا يجازيها؟ يعني زوجها بيجازيها بشنو؟ بيجازيها بالخيانة، بعدم الكلام الحلو. الكلام الحلو بيقوله للناس في الفيسبوك، في حتات في الشبكات الاجتماعية أكثر من ما يتكلم فيها في بيته. وممكن يوم من الأيام إنه هو يتزوج فيها. فكيف مثلا زوجة هذه تكون مخلصة لزوجها ولدينها وتخاف رب العالمين في زوجها وفي بيتها، وزوجها يتزوج عليها وتكون هي لعبة دور في إنه جاء الزوجة الثانية؟ طيب يعني اشرح لنا هذه النقطة. أجيب إن شاء الله. حاضر. شكرا جزيلا. وادعوا لنا وما تنسونا من أخبار الدعوات يا رب. أهلا بكم. أهلا وسهلا. أيوة. هناء من النمسا، السلام عليكم. ازيك يا شيخ عمر؟ يا مرحبا، الله يبارك فيك. والله انا بحبك زي والدي بالظبط. الله يرضى عليك يا بنتي ويبارك فيك. الله يخليك. انا عندي بس سؤالين، ممكن ما يكونوش محور الحلقه بس معلش اطول على حضرتك. طب بإيجاز ده، بإيجاز برضه ان شاء الله. بإيجاز حضرتك. الاول ان والدي اتوفى من فتره قريبه والحمد لله ربنا اعطاني الصبر. طيب. بس انا لما عرفت الخبر، بس يعني ايه، مش لطمت على وشي بس خبطت على وشي وانا عارفه ان فيها الكفر. طيب ان شاء الله ما فيش كفر. نعم. مش عارفة إذا كنت غضبت ربنا ولا لا، دي أهم حاجة، بس لو في كفارة أو حاجة أقدر أعملها أعملها. الحاجة التانية إن أنا في الفترة الأخيرة ربنا ابتلاني في حاجات كتير، والحمد لله ده معناه إن ربنا بحبني وأنا مؤمنة بكده. بس المشكلة إن أنا لما بتحط في توتر نفسي بتعب جدا، وبخاف إن أنا أعمل زي الناس اللي أنا بسمع عنها في الأخبار والحاجات دي، إنهم بيموتوا أولادهم أو يعملوا فيهم. أنا بخاف عن أولادي بس وخايف عليهم. فنفسي أقرأ آيات معينة من القرآن تهدي نفسي وتخليني أهدى يعني، أو معلومة من عند حضرتك تفيدني لو سمحت. حاضر، بارك الله. وتقلنا لو سمحت ربنا يخليك يا رب. إن شاء الله، بارك الله فيكم. ما شاء الله. أيوة. طيب نجاوب. دول الاتحاد الاوروبي تهجموا علينا في الاسئله اليوم ما شاء الله. اول سؤال من ام الحسن من فرنسا، هي تشكو مما يشكو منه كل مؤمن ومؤمنه في مشرق الارض ومغربها عند الكلام عن الدين، عن الاخلاق، عن اللغه، ينظر اليها المبهورين او المبهورون بالغرب والمبهورون بالعولمه واذناب الاستدمار والاستخراب الاجنبي. لا اقول استعمار، احنا خلاص لغينا كلمه استعمار، اسمه الاستدمار، لأن الاستعمار من العمران والعمار، وما ضحكوا علينا بهذه، واستخراب واستدمار. هؤلاء هم الطبور الخامس عند المستدمرين والمستخربين. إن الذين أجرموا، هكذا يقول لك ولنا ربنا يا أم الحسن في سورة المطففين، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. هذه الى اخر الايات. اقراي اليوم تجد صوره يا بنتي من هذه الصوره. ولا يخشى اهل الحق من اهل الباطل، انما اهل الباطل طبول جوفاء، يجب ان نشرح صدورنا لهم وان نستوعبهم وان نتحمل اذاهم، ثم بعد ذلك ان ننصحهم في الله طالما صارت هناك، ونمد بيننا وبينهم حبال الموده، لعل الله ان أن يجعل بيننا وبينهم مودة. ليه؟ لأن يعني من ذاق عرف، وأولاء المساكين ما ذاقوا، لم يذوقوا طعم الإيمان. مش الرسول يقول ذاق طعم الإيمان؟ إذن الإسلام الإيمان له إيه؟ له طعم. هذا الطعم يعني يحس ولا يقال. عايز أقول لك يعني ما رأيك في هذه الرائحة؟ تشم الله، رائحة جميلة. يقول يعني إيه جميلة؟ يعني جميلة، يعني رائحة طيبة. يقول يعني ايه طيبة؟ اشرح لي. لا اله الا الله مثلا، يعني ساعتها سلام عليكم لا نبتغي، خلاص. فيقول والله هذا اللون جميل. بس يعني ايه جميل يا عم؟ توضيح الواضح مش موجود، خلاص. فاذا هذا شعور يحس ولا يقال. يقول الحسن البصري: نحن في نعمة لو علمها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف. يا الله، ايه دي النعمة دي يا حسن يا بصري؟ قال: نعمة الرضا بالله وعن الله. فاحنا لما نكون من حماة الدين، والدين نحمي من الله من غيرنا ولا غيره، لكن من حماة اللغة، حماة كتاب الله الذي حفظه رب العباد عز وجل، حراس عقيدة، سبحان الله، ننشر ديننا بسلوكنا، فهنيئا لمن يسر الله له وجعله مفتاح خير مغلق شر. هو كده، الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، وما زالوا وسوف يظلون. وإذا مروا بهم يتغمزون، سبحان الله. طيب ناخذ مكالمة جديدة. نعم، أم أحمد من فرنسا، أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتصل لأني أعلم جيدا ما هو الإسلام وما هو حرام وما هو حلال. وأعرف كذا وأريد أن لا أستطيع الكلام. أريد أن أتخيطوس أعلم هذا لزوجي. ما شاء الله. قليلا قليلا ولكن مؤخرا ارتكب شيئا والعياذ بالله من الكبائر. أيوة. وهي جريمة الزنا. نعم نعم. ولا لا أدري ماذا أفعل. طيب وتأقنت من هذا يا بنتي؟ هو من أخبره. هو الذي. طيب طيب حاضر. ربنا يهديه. لكن هل يندم جدا لماذا فعل؟ ما شاء الله ما شاء الله ربنا يتوب علينا وعلي رب. لكنه يصلي يصلي أم أحمد. يصلي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. خير يا بنت حال. انا ان شاء الله يعني اقول لك الكلام ان شاء الله باذن الله. خديجه من رجعنا الى بلادنا. خديجه من ابو ظبي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. تفضلي خديجه. لو سمحت سؤالي اول حاجه اطلب الدعاء من حضرتك. ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب من كل سوء. يا رب الدعاء للكل انا وزوجي يا رب يبارك فيك يا بنتي يا رب. سؤالي حضرتك. نعم. أنا زوجي في ابتلاء شديد مع الله سبحانه وتعالى. الله يفك الكرب يا رب. يا رب يفرج الكرب. لكن فوق قدرة التحمل زوجي. أنا أحس أن الابتلاء فوق قدرة التحمل زوجي. نعم. خاصة أنه مريض بالضغط يعني. نعم. هو شاب 30 سنة لكن. نعم. مريض. نعم. بالضغط وكده. نعم. فأطلب الدعاء وأطلب يعني ازاي نخلي المحنه دي يعني نعمه نشوفها على انها نعمه من الله سبحانه وتعالى. طيب حاضر يا بنت. نعم. يعني الصبر يعني زي الصبر سبحان الله. يعني كيف انا اتصبر. نعم نعم. يعني المشكله او فوق قدره الاحتمال يعني. طيب بس طيب. واطلب الدعاء. بارك فيك يا بنت ربنا يثبتك يا رب. نرمين من راس الخيمه. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك حضرتك؟ الله يرضى عليك ويبارك فيك يا رب يرضى عنكم نعم الحياه. تسلم. والله عندي سؤال بالنسبة أنا بالنسبة لي يعني بدي أستشيرك يعني إنه كيف الواحد ممكن إنه يستخدم ذكاء الاجتماعي بإنه كيف إنه نرضي ربنا. أنا بالنسبة لي كانت عندي مشاكل كثيرة خلال الخمس أشهر الحديث يعني الآن شوي في من هالمشاكل. نعم. مع زوجي وأهله فإنه. نعم. هذا الشيء أثر علي بعد ما إني كمان صرت حامل. نعم. أثرت علي صرت لما أصلي إنه ما عدش كم ركعة كم. نعم. نعم. كم سجدة. نعم. بالنسبة كمان للوضوء نفس الشيء أضل. نعم. أعيد ممكن إني أعيد الصلاة 20 مرة أو 5 مرات. نعم. ومش عارف أضل أعيد. طيب. حتى صرت أخلي الوالدة تصلي معي وهلأ أنا سافرت عنها. نعم. طب كيف مش عارف أصلي بالمرة يعني. طيب يا بنت أوضح أرجع واستعيذ بالله يعني. بارك الله فيك يا بنت حاف. يعطيك العافية. بارك فيك يا بنتي وتولاتي والعيد. طيب أم هبة من هولندا كانت تتكلم عن كيف أنك تقول أن وجود الزوجة الثانية هي سبب واضح وثمرة للزوجة الأولى. هي الزوجة الأولى التي جعلت الرجل يبحث عن مكان يستريح فيه من عناء التعامل مع الزوج. الأولى أن لها صديقة مخلصة لم تكن هي يعني مخلصة تخاف الله يعني سبحان الله هو يعني هو لا يقول كلاما حلوا إلا على صفحات التواصل الاجتماعي لكنه لا يقول هذا الكلام لأهل بيته. فتقول كيف تلعب الزوجة الأولى دورا. لا يعني هذا زوج سيء الملكة يجب أن يعني 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 في بعض الأخلاقيات التي يجب أن تبقيها أنت كما هي لا داعي للعب عندها والتحرش بها ولكن خليك في صفاته الجيدة ثمريها كبريها عنده حتى يستوعب أنه سيد الدار وأنه رب الأسرة وأنه الربان الذي يقود المركب والسفينة حتى تصل إلى بر السلامة بهذا المنطق يعني. فلكن هنا نقول إن تكبرت الزوجة عليه وشعرت أنه إنسان لا يقول كلاما طيبا وبعد أنت تكون جامدة معه وتكون لكل فعل رد فعل أقوى أكيد 100% سوف يبحث عن راحة أخرى طالما هذه ملكاته. لكن نحن لا نشجع معه الشيطان ونجعل الملكات السيئة هي التي تسود وتظل الملكات الصالحة يعني الصفات متنحية كما يقول علماء الوراثة والصفات السيئة صفات إيه سائلة. لا نحن لا نريد هذا. فنسأل الله الهداية للجميع.
هناء من النمسا توفي والدها رحمه الله رحمه الله رحمه واسع، فخبطت على وجهها، لم تلطم يعني ولكن ضربت على وجهها كذا، قد تكون حركه لا اراديه، الرصيد كان ايماني ضعيف في هذا الوقت. نستغفر الله سبحانه وتعالى وتكثري من صنعه فعل الحسنات، وباذن الله رب العالمين اسال الله العظيم ان يكون من التائبين لك عليك، يتوب عليك ويتوب علينا جميعا ان شاء الله. هي عندها يعني لما تصاب بابتلاءات تصاب بتوتر، هل في ايات معينه؟ والله القران كله خير، ولا تفضل ايه على ايه، ولكن ايضا مع القران الاكثار من لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، فانها كنز من تحت العرش، اذا كررها الانسان ويعني رددها مع نفسه تنفي عنه وتبعد عنه وتسد عنه 70 باب من ابواب البلاء اقلها الهم. ويا بنتي نسأل الله أن يذهب همك وهمنا وهم كل من يقول لا إله إلا الله. أم أحمد من فرنسا هي يعني تعلم ما هو الحلال وما هو الحرام وما هو الإسلام، وزوجها يعني ضحك عليه الشيطان، ولكن الرجل يعني تاب إلى الله ونادم على ما فعل، وهذا بداية خلاص إذا ندم وأقلع وعزم على ألا يعود إن شاء الله رب العالمين ربنا يتوب ويفتح الله سبحانه وتعالى باب التوبة. والله كما يعني قال صلى الله عليه وسلم لما قال أحدهم يا رسول إني أصبت حدا، قال أصليت معنا الغداء؟ قال نعم، قال إن الحسنات يذهبن السيئات. خديجة من أبو ظبي، زوجها صغير سن 30 سنة، ولكن عنده ابتلاء فوق تحمل. لا يا بنتي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا الابتلاء مش يكون فوق الطاقة، الإيمان اللي ضعيف قوي رصيد الإيمان، نكثر من حسب الله ونعم الوكيل، نكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، نكثر من الاستغفار، فبإذن الله رب العالمين من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. بنتنا نرمين من رأس الخيمة تقول أن كيف نستخدم الذكاء الاجتماعي في التعامل مع الناس، هي تتعامل ولكن أهل زوجها يسببون لها ضيقا وهي حامل وتتوتر. يا ابنتي علينا أن نصبر، أمال الصبر نصف الإيمان، والصبر اللي يدخل الجنة بماذا؟ من غير ابتلاء؟ واحد عايز يدخل الجنة من غير يعني أم حسب الذين آمنوا أن يتركوا أن يقولوا آمنا، أم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لازم فتنة، لازم امتحان، ونسأل الله أن يفك كرب الجميع. سعدت بكم أحبتي في الله، أدعو الله عز وجل أن يوفق أبناءنا وبناتنا في الامتحانات، وأن يرزق بناتنا أزواجا صالحين، وأن يهب أبناءنا زوجات صالحات، وأن يختم لنا ولكم بالصالحات. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونرقاكم إن شاء الله إن كنا من أهل الدنيا في الأسبوع القادم في مثل هذا الوقت بإذن الله مع البيوت الآمنة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.